هي البداية كانت من فوق، من قلعة صلاح الدين الأيوبي اللي فضلت قرون بعد صلاح الدين في الإهمال لحد ما جه محمد علي باشا. محمد علي حكم مصر، وكان طبيعي ربط القلعة بالمجالس النيابية والحياة في وسط البلد. جه الراجل بعدها بسنين اللي بنى شارع ريفولي في فرنسا علشان يصمم الشارع اللي هيرتبط باسم الحاكم اللي بنى مصر الحديثة محمد علي، وهيبقى اسمه شارع محمد علي. رغم انه رسميا في البداية كان اسمه شارع القلعة، لكن الناس كانت بتعرفه باسم شارع محمد علي. وبعدين اتقسم اتنين، النص اللي ناحية المقطم لسه اسمه شارع القلعة، والجزء ده اسمه شارع محمد علي. وكان سكن الطبقة الوسطى العليا، وسكن الأفندية، وجزء من البهوات، ويمكن البشوات، لحد ما حصلت ظروف نقلته نقلة جديدة. كان في سيرك أوروبي جي يقدم عروض في المنطقة، ففي شاب وفتاة، ولد وبنت، ولد اسمه اسماعيل وبنت اسمها مريم، من سكان المنطقة ندهتهم النداهة، وراحوا مع السيرك ده وتعلموا منه العروض الفنية والهلهوب. ثم غابوا سنين، ولما رجعوا نقلوا العروض دي لشارع محمد علي. اسماعيل ده هو اسماعيل عاكف اللي هيطلع منه نعيم عاكف وابراهيم عاكف وطارق عاكف وكل آل عاكف، ومريم هتطلع برضو منها عيلة فنية أهمهم سميحة توفيق اللي هي الهبل الحمارة المبدوي فرايا وسكين. إسماعيل ومريم هيبدأوا العروض الفنية هنا في شارع محمد علي. ثم محمد علي حسب الله اللي هو حسب الله الأول، اللي هيبقى بعد كده حسب الله الثاني، لحد حسب الله السادس عشر، بنشاطه الفني كمان هيبقى موجود في محمد علي. ويجي مصطفى بيرضا اللي هو واحد من أهم جامعي التراث والناس اللي بدأوا تسجيل الغنى، يعمل نادي هواة الموسيقى اللي هيبقى بعد كده نادي فؤاد الأول للموسيقى العربية، فيعملوا هنا برضو في شارع محمد علي. كل ده خلى انه كمان في ناس بتعمل عدد وبتعمل عواد وبتعمل أدوات موسيقية وآلات موسيقية. يضيف عليهم انه بقى الطبيعي انك عشان تعمل حفلة او فرح او كده تيجي تسأل على الرقصين والرقصات والفنانين والنمر هنا في شارع محمد علي. فتحول محمد علي من الفترات دي إلى أنه بقى مركز الفنون في مصر، وده يمكن الصورة اللي حاول ينقلها عز الدين ذوالفقار مثلاً في شارع الحب. لما نيجي نتكلم عن المنتج الفني لشارع محمد علي لازم نشاور على حاجتين. أولاً العوالم اللي ظهروا في بدايات القرن، يعني في العقد الأول والثاني والعشرينات من القرن العشرين، ودول الغرب بيهتم بيهم دلوقتي اهتمام كبير جداً، اللي كان ليهم دور فني وكان ليهم دور وطني. العوالم دول بعضهم كان بترقص وبعضهم كان بترقص وتغني، يعني نذكر منها سيرينا المصرية، سكينة حسن، سيدة حسنين، نعيمة شخلع، اللي هم يعني استعاروا اسمها في شارع الحب وعملوها ثانيه شخلع. لكن كمان كان ليهم دور وطني، يعني نعيمه شخلع دي هي اللي غنت قولوا لعين الشمس ما تحماشي يوم اعدام واحد من الفدائيين. نعيمه المصريه هي اللي غنت يا بلح زغلول اللي عملها سيد درويش علشان يتحايل بيها على قرار الانجليز انه اسم سعد زغلول ما يذكرش في اي اغنيه ولا عمل فني. وغيرهم كتير من النماذج اللي تاكد الدور الوطني إلى جانب الدور الفني اللي لعبوه العوالم والمطربات دول. الحاجة التانية إنه كتير من تجارب الغنى الشعبي المختومة بختم صنعة في مصر ظهرت من شارع محمد علي. نذكر منهم عبد الباسط حمودة، لكن الأهم هو التجربة الغنائية الأبرز أحمد عدوية اللي بدأ من هنا من قهوة التجاريين.